الجبلية الرابطة بين منطقتي إيميم قرن وتسك ذات بإقليم التوك إتباها أمسين الثلاثاء حادثة سير مأساوية راح ضحيتها سائق شاحنة ومرافقه، بينما أصيب شخص ثالث بكسور وجروح وصفت بالخطيرة. واستنادا لمصادر محلية فإن عطلا مفاجئا أصاب فرامل اليد ما تسبب في سقوطها من منعرج خطير لتهوى في ارتفاع. واستنادا لمصادر محلية فإن عطلا مفاجئا أصاب فرامل الشاحنة مما تسبب في سقوطها في منعرج خطير لتهوية من ارتفاع يفوق 200 متر، حيث كانت قوة الاصطدام كفيلة بتحويل المركبة لقطعة خردة.